دي؟ ايوه افتح. لكم ايه؟ انا هخش الاوضه دي وانتوا تخشوا الاوضه دي، لو لقيتوها حطوها في شوال وهاتوها. ماشي ماشي. خد يا حبيبتي. اخد ايه؟ دول 200 جنيه بس. امال عايزه ايه؟ عايزه 400. ده كتير يا ست زهره. كتير ايه؟ انت مش شفت حالته عامله ازاي؟ وبعدين انت شلفت لي خلقتي، انا محتاجه علاج. ولا تزعل يا ست. خد يا حبيبتي. بس بقول لك ايه؟ ايه؟ تبقى تعالي شقري علي كل شويه. من عينيا الاثنين. وانا اديكي ادي دول كمان. ماشي. ايه رايك؟ انت تجيبي الحقن، انا ما بجيبش الحقن. ها؟ حاضر، من عينيا. يلا سلام. سلامة حبيبتي. اللي يصرف على الهباب اللي بيشربه ده منين؟ الله ينور عليك يا ست الكل،
انت كده جبت المفيد وبعدين غيري اليومين دول. وامك العيانه دي ايه؟ مش محتاجه مصاريف؟ دكاتره وادويه؟ يعني ايه ادويه يا بنت؟ ها؟ يعني ايه ادويه؟ والدواء اللي عندك في الصيدليه بره ده يا بنت قد ايه؟ انت فاضلك بس تعملي سلسله صيدليات زهره وتوزعي الدواء على البيوت. يا اخويا تخيب جاتك خيبه، اللي ما شفنا من وراك اي حاجه. على راي المثل بهجر اغى ما فيش الا شناب. بهجر اما بتبعجرينا يا اما وانت نايمه كده؟ بدل ما اصعب عليكي وتقلعي جوز الغوايش ده من ايدك اتصرف فيهم عشان الجوازه. يا اخويا جاتك جنازه، ما انت يا واد اتجوزت 3 مرات، كل مره كانت تطفش منك وتقول حقي برقبتي. انا هريحه بقى يا اما، انا عملت الشغلانه دي كده من غير فلوس لوجه الله. ارحمنا بقى وخش نام، انا محتاجه انام لي ساعتين، عندي بكره الصبح شغل في يومك اللي مش فايت المهبب ده. دمت ومهبب ماشي يا عسل، انا هروح انام دلوقتي، بس حياه امك اللي نايمه دي بعد كده لقفلك على باب الشقه وفتش كده زي ما يكون داخل المطار الجديد. تكيل القرف الاخ قال لك لبس سكك ارحم منه. خدي بس قولي لي يا بنتي اتليمتي على كام النهارده؟ ايوه حطهم بقى على اللي معايا واجيب كمان غويشه. وريش ايه ده؟ الدهب قافلين النهارده. بقولك ايه يا ابو سريع، انت لازم تشوف لك صرفه في وقعه بنتك السودا دي وخيبه الامل اللي بلتنا بيها. الله 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 جريت طن، ما تحسني ملابس حضرتك بقى. ان كان عاجبك بقى يا دلعادي، انا هنفضل يا اخويا امتى في الهبابه الخطوبه دي؟ الله ما بلناش كتير، ده انا يا دوب خاطب بنتك ما بقاليش 6 اشهر. وهم دول شويه، دول لما بيتولد فيهم ناس وبيموت فيهم ناس. وحدوه يابا، ما خليل برضه مش بايده، ايده مش طايله. الكتم يا بيت، سيب ابوك يتكلم. شوف بس خليل، ما دام انت مش عارف تقني مره يبقى نغسل الخطوبه دي وندفنها. استنى يا عم قبل ما تكفن الكلام، ايه ندفنها دي؟ وبعدين انا بنتك دي صارف عليها دم قلبي وشها اختي ليه؟ عاوزين تفصلوا عصفورين حبيبين دايبين في قلوب بعض. ما تتكلم يا بيت بنت. اتكلم يما؟ اخرس يا بيت. بقول لك ايه بقى يا سي خليل، انت يا اخويا تكتب الكتاب وتدخل وتعمل فرح، يا اما هشوف للبيت عريس تاني. لا يما ما تسيبونيش خليل، لو بعتوني عم هموت نفسي. يا سي تموت نفسك ده ايه؟ ده انا كنت ادفعه تمن الغسل والدفء، انا ما عنديش حد يموت عوانطة. يا اخي كانك 60 نيلة، انت بتحبيه ده على ايه؟ اشحال ما كانش موظف في المجاري، يعني عشان ينظف نفسه لازم يحط ازازتين ريح عشان تقدري تشميه. دلوقتي مش عاجبك المجاري؟ فاكره لما كنت برجع من شغلي بلبسي وتقعدي جنبي تفضلي تشمشمي؟ الله يا خليل، شال النوع الجميل ده منين؟ خلاص يا جماعه، انا مستعد اكتب وادخل زي ما انتوا عاوزين. يعني هتنفذ طلباتنا؟ وايه بقى هي الطلبات؟ ما انت عارفها. ايوه اصل انت عارف اللي الحكايه. انت لسه هتقول الحكايه والروايه؟ ده انا شفري ايه ده يا ربي، ما انت عارف كل حاجه يا راجل. على راي المثل ادي الحمار وادي ديله. يما ما تدوله فرصه يتكلم، انتوا طابقين على نفسه ليه؟ مش يمكن يقول جديد ونستفيد؟ ايوه يا اختي حميله يا اختي، ما هو كل عقلك بالاوانطه بتاعته دي. لا مش اوانطه، انا بحب بدبد، ما تقوليش الكلام ده يا خالتي. بلا خالتك بلا عمتك، انا ورايا شغل. ايوه بس الكلام اخده عطا يعني. لا اخدي بس، انا ما عنديش عطا. هتدفع المهر 2000 جنيه والشبكه 3000 جنيه والمؤخر 5000 جنيه. هتاخد بنتي وتبقى تحت امرك، مفيش يبقى ما تلزمنيش. قلت ايه؟ انت نسيت اهم حاجه يا ابو سريع، هيسكن البت فين؟ هنا ياما. هنا ياما؟ عايز الحانوتي ومراته يخشوا ويدخلوا علينا في البيت هنا؟ ليه؟ دي دخلتهم علينا شوق. يا امي يا حبيبتي، لاجل الورد ينسق العليق؟ عليق ايه؟ ده كل نسايبك دولة ببنتهم اللي انت خطبتها دي ما ينزلوليش من زور، انما اقول ايه؟ بتدور على هم وتنخله. اه صحيح، ايه الناس الشؤم اللي انت رايح تناسبهم دول؟ شؤم ايه؟ انت مش فاهمه حاجه،
على الاقل الواحد يضمن اخرته ويحموه حمويه نظيفه كده. اخرته هي جوازه ولا جنازه يا واد؟ انتوا مالكم مش شمعين عليا الفتله كده ليه؟ وانا هفضل عازب طول عمري؟ انا عايز اتجوز بقى. قصر الكلام، لو عايز تتجوز بنت الطربي دي اتجوزها بعيد عننا. خلاص شخشخي جيبك يا عسل انت، وهاتي لي شقه قانون جديد وشبكه ومقدم ومؤخر. مؤخر؟ اسم الله عليك. لو انت يا واد كنت اتجوزتها وطلقتها عشان تدفع لها مؤخر. يا امي يا ام حبيبتي فهميني بس، انت مش فاهمه حاجه، الراجل الترابي ده ترابي قد الدنيا وعلى قلب فلوس قد كده، واتفقت ان التنجيد عليه عشان عنده قطن كتير. المهم الحسبه بتاعت الحكايه دي كلها تطلع بكام؟ بعد ما فصلت معاه فصال جامد قوي وصلنا ل 2500 جنيه. يا نهار اسود ومنيل، عايز تتجوز بنت الترابي ب 2500 جنيه؟ سامع يا ام ابنك بيقول ايه؟ ولا كاني سمعت حاجه. نهار اسود اتجننت يالا، اتجننت؟ فاكرني بشتغل ايه في كباريه؟ يا ريتك تشتغل في كباريه، على الاقل نقب على وش الدنيا ونركب عربيات وبدل لميع كده. اخرس يا قليل الادب، جاك قطع لسانك، انت راجل انت؟ انت عندك نخوه؟ عايز اختك تروح تشتغل في استخام البتاع اللي قلت عليه اسمه الكباريه ده؟ انت راجل انت؟ امشي امشي، روح شوف مين، امشي وانت عامل زي العمل الراجي كده. حاضر حمشي، انت بتمشي كلب. الكباريه قال البتاع يا بنت السخام اللي بيقول عليه الكباريه ده، لو اشتغلت يعني يدوكي فلوس كتير. ها في زبون جاب روشيت عاوز دواء. بس كده من عينيا، مش فاهمك انت. هات الاول ده مش عندي، التاني والتالت عندي، الرابع كمان لا، هجيب لك اللي عندي والباقي تعالى خده بكره. ها امسك دول موجودين عندي. ايوه خلي الشوكه معاك. الحساب كام يا ست زهر؟ دول بره ب 60 جنيه، هديهم لك ب 50. هات 50. 50 ايه؟ انت بتبيع صواريخ وبومب؟ انت مالك انت؟ يا عم هات 50 جنيه. ما انا معايا غير 45. 45؟ هات 50 وادي لك بالباقي اسبرين. مالكش دعوه انت، هات اللي معاك، هات 45. اللي معايا خمسه، لا انا بس بصراحه يعني معايا 35. انت مش لسه قايل 45 دلوقتي؟ هات اللي معاك وخلصني. 20 جنيه اهو. يا عم قول بقى، قول. السلام عليكم. تعالوا بالسم الهاري. بعدين انت في ايه حكايتك؟ عامله لي فيها ملاك الرحمه؟ في جناحات هتطلع من جنابك وتطيري في الشقه كده؟ انت ايه؟ مفيش في قلبك رحمه؟ طبعا هتشيل هم ايه؟ دول هدفع منهم ايجار الشقه، وكمان هكمل عليهم وادفع النور والميه. خلاص اديني حاجه، الحكام اشفره معايا. امر لله، امسك 5 جنيه، مع اننا عمرنا ما شفنا ماهيتك مليم واحد احمر، ولا ايه ياما؟ انت بتسمي دي ماهيه؟ انت عارفه يا دوب بجيب بيها قرش مخدرات. فالح اتفضل بقى هويني، عندي شغل كتير، عايز انزل الاغزخانه دي كلها واضبها من الاول وجديد.